يا مساء الفل طلاب سنة تانية ثانوي، ايه اخباركم؟ دفعة 2022، اتأخرت عليكم خالص يا جماعة. طب يلا كده نفتح بيج 148 148 يونت 5. طيب نمبر 1، the adjective unclear can be the opposite of the adjective، يعني unclear غير واضح، المضاد بتاع كلمة ايه بقى؟ ايوه obvious، obvious يعني واضح او جلي او صريح يعني، تمام. نمبر 2 يبقى الإجابة الأولى obvious. نمبر 2 the adjective trustworthy is synonym of the adjective trustworthy، يعني جدير بالثقة، جدير بالثقة. عايز المرادف بتاعها، المرادف بتاعها يبقى ايه بقى؟ reliable، صح reliable، تمام. طيب نمبر 3 the verb reject، فعل reject اللي هو يرفض أو ينبذ، can be opposite of the verb، عكس يرفض عكسها ايه؟ adopt، وكده كده مكتوبة في الجدول عندكم يعني، تمام؟ في الجدول اللي في الأول في شرح اليونت. The verb upgrade، upgrade يحدث أو يطور، synonym of the verb يحدث أو يطور يبقى يعني promote، promote، تمام؟ ماشي، نشوف اللي بعدها. You should اللي هو key vocabulary and definitions، كلمات وتعريفات. Number 5 You should dash spending hours reading unhelpful websites. خلي بالك انا بيقول لك unhelpful، يعني غير نافع او غير مفيد او غير ملوش عازة يعني، من الاخر يعني. يبقى you should avoid، you should ايه؟ avoid، avoid يعني يتجنب قراءة حاجات مش مفيدة على النت لمدة ساعات. طيب number 6 You should be careful enough to use dash websites. المفروض ان انت تكون حريص بشكل كافي، تمام، to use لكي تستخدم reliable، reliable لان الثلاث كلمات دول تقريبا زي بعض، معناها حاجة غير موثوقة، حاجة غير معروفة، حاجة خداعة، فهي دي الوحيدة اللي هي مختلف عنهم، ف reliable يعني موثوق او يعتمد عليه. number 7 I must dash my doctor I feel chest pain. chest pain يعني ألم في الصدر، يبقى I must consult. انت خدت طبعا كلمة consult يعني يستشير، يستشير دكتور، يستشير حد أكبر منه. طيب number 8 I need dash my antivirus to be fully protected. fully protected يعني أحمي نفسي بالكامل، يبقى أنا أحدث الأنتي فيروس بتاعي، أحدثه يبقى أعمل له بقى update، update يعني أحدثه. طيب number 9 It is easy to dash videos on YouTube. تمام، اول حاجة طالما هنا تو مش اون، تو يبقى اذا دي اسمها ابلود، ابلود، تمام. لكن لو قال لك داونلود يبقى فروم. طب يا مستر نعرفها ازاي في امتحان؟ انا اذا بقول لك تاني نعيدها تاني، داونلود فروم يوتيوب، ابلود تو يوتيوب، يبقى داونلود فروم وابلود تو، تمام كده. طب نمبر 10 يا مستر، يبقى الاجابة طبعا ايه هنا؟ طالما في تو يبقى ابلود. نمبر 10 داش ار سمول بيسز اوف انفورميشن، طبعا معلومات احنا عارفين ان هي انكاونتبل يعني لا تعد، لذلك بيقول لك ايه سمول بيسز اوف انفورميشن، يعني معلومات يعني او مجموعه معلومات، which tell websites where we have been online and what we were looking at. في حاجه كده الناس اللي عندها خبره شويه في الكمبيوتر يعني، حاجه اسمها كوكيز، كوكيز دي اسمها ملفات تعريفات يعني، بتبقى يعني عشان الويب سايت يفتح على الجهاز بتاعك او الويندوز اصلا يشتغل على الجهاز بتاعك، بياخد مساحة من درايف سي على الكمبيوتر يعني، تمام، بحيث ان هو يبقى ايه دي الرامة بتاعته، يعني دي الملفات اللي هيشغل بيها الحاجات اللي انت بتشوفها على الشاشة، من غيرها مش هتقدر تشوف حاجة، فدي اسمها الكوكيز، تمام. طيب companies dash things that are things you are interested in so that they can increase sales online. اكيد الشركات طبعا عايزة تعرف كل اللي سيادتك وسيادتي وسيادتك بنهتم بيه، so that لكي او حتى، يعني كلمة so that معناها حتى، حتى لو جات لك في الترجمة اسمها حتى، شفت يعني حتى لو جات لك في الترجمة اسمها حتى، جملة كده ايه اولها حتى واخرها حتى، they can increase sales online، يزيد يعني يزود المبيعات على النت. طيب يبقى الكمبنيز بقى محتاجة ايه بقى؟ تعرف، تمام،
يعني ايه كلمة يعرف او يدرك؟ ريكوجنايز، ريكوجنايز يعني يتعرف على او يدرك او يفهم احتياجاتك اللي انت بتهتم بيها. تمام. طيب surprisingly من المدهش she turned her back on me، يعني ادارت لي ظهرها بمعنى استغنت يعني ما ساعدتنيش. This means that she ignored me، تجاهلتني. تمام. turned her back to on me يعني تجاهلتني، يعني مش عايزة تشوف وشي من الآخر. تمام. Number 13 honestly I loved the little child the moment I dashed my eyes on him. تمام. للأمانة honestly I loved the little child، حبيت الطفل الصغير لحظة ما عيني وقعت عليه. أنهي كلمة set اللي هي دي set S-E-T، يبقى the moment I set my eyes set eyes on him يعني عيني وقعت عليه، فهنا S E T، خلي بالك ان هي S E T. تمام. Number 14 you should dash the text first to get the main idea of the passage، يبقى المفروض ان انت عايز تعرف المين ايديا يعني الفكرة العامة للقطعة، مش عايز تقرأ تفاصيل يعني. يبقى you should skim، سكيمنج بمعنى قراءة سريعة. تمام. لكن سكاننج لا، سكاننج ده حتى سموه سكانر يا اخي، سكانر ده اللي بيسحب الورق من على يعني مثلا انت عايز تدخل مثلا وثيقة او شهادة ميلاد تحطها على الكمبيوتر مثلا او تبعتها واتساب مثلا، بدل ما تصورها والصورة تطلع مهزوزة في حاجة اسمها سكانر. سكانر ده بياخد كل نقطة موجودة في الصورة، لكن احنا هنا عايزين نعمل ايه؟ نعرف المين ايديا بس، المين ايديا. يبقى هنا سكيم، سكيمنج هنا بمعنى يعني حتى بتوع الايلتس الناس اللي بتاخد كورسات ايلتس تمام فاهمه يعني ايه سكيمنج. سكيمنج يعني قراءه سريعه كده، مشي عينك زي ما بيقول يعني. تمام. يبقى 14 هتاخد ايه؟ بي اللي هي سكيم مش سكان، سكان دي عايزه وقت طويل، وريد عايزه وقت اطول بقى. It is a good idea to put a nice picture of yourself in your، أكيد طبعا كلنا بنحب نحط صور حلوة خالص فين؟ في البروفايل. بروفايل يعني البروفايل بتاعنا اللي هو زي بيبقى على الفيس وحاجات زي كده. تمام. الملف يعني مثلا. طيب 16 bullying a classmate، إن أنا أضرب صاحبي في الفصل أو صاحبتك في الفصل is really dash behavior and should be punished، ولازم تعاقب. يبقى اكيد ده سلوك مش كويس، كلمة behavior يعني سلوك. طيب يا مستر نختار ايه؟ نختار مين. مين يعني وضيع او تافه او وحش، انت فاهم ازاي؟ طيب number 17 you have to be dash when using social media if you want to enjoy it safely. you have to be، لازم تكون ايه بقى؟ عاقل وحكيم. تمام. sensible، sensible يعني تشغل دماغك، ما تكتبش كل معلوماتك على النت كده وبس، واي حد يطلب حاجه منك تدي له الباسورد بتاعت الفيس بتاعتك وحاجات زي كده. لا، you should be sensible، حكيم. لكن sensitive حساس بمعنى زي sensitive مثلا skin كده، بشره حساسه للشمس للحراره الحاجات دي يعني. تمام. طيب يبقى الاجابه sensible طبعا، يعني wise، wise w i s e حكيم يعني. 18 our team dash that victory because of the excellent tactics they had followed. our team طبعا هو واضح ان هو victory يعني نصر او انتصار بسبب التكتيكات او الخطط اللي هي الممتازة اللي هم ايه اتبعوها يعني. they had followed، had followed يعني خلاص هم اتبعوها وخلصوا، يبقى طالما الخطط الممتازة اللي هم اتبعوها خلصوا يبقى اكيد فازوا بقى. يبقى deserved، deserved يعني يستاهل او يستحق هذا الانتصار، هذا الانتصار يبقى deserved. طيب 19 you should dash the text for specific information to be able to answer the questions well. تمام. طبعا هو بيقول لك the text for specific information. لا ده انت بيقول لك بقى دقق في السؤال يا حبيبي، دقق في السؤال. يبقى اذا هنا سكان مش سكيب. سكيم دي لما تكون كده ماشي حالك، لكن سكان يعني يعمل له سكانر كده، انت فاهم؟ تمام. يبقى الاجابه سكان طبعا. طيب 20
Have you seen that there are 6,000 dash of my brother's blog؟ أكيد طبعا 6,000 followers يعني 6,000 متابع لأخويا على البلوج بتاعته يعني، أو ساعات تبقى مكتوبة في الانستجرام تحديدا مكتوبة followers، أو في التويتر كمان تمام تبقى مكتوبة كده followers، followers اللي هم الناس اللي هم بيعملوا لك لايك للصفحة بتاعتك يعني. طيب they have just dashed the timetable so we knew the train was train times are correct. تمام بيقول لك they have just، هو المفروض ان هم the timetable عملوا تحديث بتاع ده للجدول المعيد بتاع القطارات يعني، لذلك اكيد حدث تغير في مواعيد القطار بتاعنا. طيب يبقى they have just ايه بقى، عاوز اقول حدثوا او طوروا. تمام خلي بالك في كلمتين هنا، في updated عشان مع الكتاب هنا مكتوب updated، وهنا upgrade. updated اخرها دي، هنا في الحتة دي اخرها دي، لكن هنا upgrade ما اخرهاش دي. تمام فطالما في has و have تمام يبقى اختار ايه updated، لان الاثنين ينفعوا، فلذلك الإجابة هتبقى D updated. number 22 I want a more casual jacket this one is a bit dash. أنا عايز more casual jacket يعني حاجة كده casual، حاجة معتادة، حاجة مألوفة يعني، لأن الجاكيت ده شكله this one is a bit، أكيد طبعا this one is a bit smart. smart يعني أنيق أو شيك زيادة عن اللزوم، أنا عايز حاجة كده فري كده زي التيشيرتات والجينز والحاجات دي، يبقى سمارت طبعا هي الإجابة اللي هنا، وهو مش عاجبه إن هو سمارت يعني. طيب 23 it might take a while for this to dash your friends in America will enjoy it much. it might take a while، احتمال الموضوع ياخد فترة أو برهة من الوقت، for this to upload your friends to upload your friends in America will enjoy to upload. يعني المفروض to upload هنا، وفي نقطة هنا في الستوب هنا في الحتة دي، والجملة اللي وراها بقى your friends in America will enjoy it much، هيستمتعوا بيه جدا. يبقى فعلا هنا لما اعمل upload هيشوفوا الفيديو فهيستمتعوا، فانا محتاج اعمل upload. تمام طيب 24 this software is for free so you can dash it from the internet. طبعا طالما قلنا from يبقى download يعني ينزله من الانترنت، download from. 25 the dash of your good education will appear in your behavior. ده عاوز اقول عايز اسم من الاخر يعني، of your good education اللي هو التعليم الجيد يعني، هيظهر في سلوكك. يبقى the effect C تأثير التعليم الجيد هيبان في كلامك، في سلوكك، في تصرفاتك، يبقى effect هي الإجابة الصحيحة، يبقى 25 هتبقى effect. We usually ask the interviewees to perform a few simple dash on the computer. أحيانا بنسأل أو بنطلب من هم الانترفيوز اللي هو الناس المتقدمين يعني للوظيفة يعني، أو اللي بنعمل معاهم مقابلة يعني، إن هم يعملوا بعض المهام البسيطة تاسكس يعني مهام. تمام ماشي يبقى تاسكس رقم 26. طيب 27 we always keep our records dash. أكيد طبعا بنخلي سجلاتنا وحاجاتنا مالها up to date. up to date يعني على أحدث حاجة، up to date يعني أحدث حاجة. طيب 28 a great deal of effort has gone into making the software. a great deal of effort يعني مجهود كبير، او a lot of effort يعني، كلمة a great deal of ممكن تستبدلها بكلمة a lot of، يبقى احنا كده استفدنا كلمة جديدة، بدل ما نقول a lot of تمام ممكن نكتب مكانها a great deal of. تمام كده او plenty of، فاكر كلمة plenty plenty هي plenty of و a great deal of و a lot of و a huge amount of برضو كل ده صح. طيب مجهود كبير بيقول لك بذل يعني
في سوفت وير عشان نجعل السوفت وير ده نجعل وراها مفعول به، يبقى عايزين صفة يا فعل. تمام، اكيد reliable. reliable يعني موثوق فيه، reliable صفة، لكن rely دي فعل عايز on اساسا ومش مكان يعني. تمام، يبقى make وراها اسم وراها صفة، او make وراها اسم وراها فعل في المصدر. تمام، ف وحاطط لك الاثنين في الاختيارات بحيث يشوفك فاهم ولا حافظ. فاحنا هنا طبعا make the software reliable موثوق فيه. لو قلت relay، relay عايزة on وعايزة وراها مفعول به، فمش لايقة خالص، يعتمد على يعني relay on يعني يعتمد على، بتساوي depend on او count on كمان. تمام، طيب 29. Do you have a an version of system of the system؟ يقول لك هل انت عندك نسخة، عاوز يقول حديثة يعني. تمام، يبقى اي ان updated version، updated يعني محدثة، محدثة يعني جديدة يعني، updated version of the system. طيب 30. I want to dash data to the computer network storage from the my office computer. I want to، اكيد طبعا to data to the computer، يبقى اعمل upload ولا download؟ تمام، from my office computer. يعني انا عايز اعمل ابلود ولا ابلود؟ طبعا ابلود للديتا للكمبيوتر او للشبكه او للمخزن، او يعني الشبكه الرئيسيه او المخزن الرئيسي للشبكه، من الكمبيوتر بتاعي بتاع الشركه او بتاع المكتب. تمام، لا طالما من ده كلمه from دي جملة طويلة بس اتلخبط. upload برضو، خلينا على مبدأنا. upload data to the computer network storage from. تمام، هو عايز يرفع بيانات على الكمبيوتر او على شبكة الكمبيوتر يعني، او على الهب او اللي هو يعني عاوز اقول ايه، المخزن الرئيسي بتاع الشركة يعني، او الهارد ديسك بتاع الشركة يعني، من الكمبيوتر عادي عادي، فيش حاجة ابلود عادي. طيب 31. Experts revealed that the painting was a dash. الخبراء كشفوا ان الصورة او الالوان كانت عبارة عن حاجة مزيفة، فيك. فيك يعني مزيف. ماشي. People's voting habits are dashed by political, social, economic factors. يبقى people's voting habits اللي هو العادات يعني التصويت يعني بتاعت الناس مالها، not by political، حاجات يعني عاوز يقول عوامل، factors يعني عوامل، عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية. فعايز مبني المجهول، عاوز يقول تأثرت بي، يبقى are influenced by، are influenced by. تمام ماشي، يبقى الإجابة influenced. 33. If disease is allowed to dash, it will cause widespread devastation. devastation يعني خراب عام أو خراب شامل طبعا. devastation يعني منتشر، widespread منتشر طبعا في كل حتة. يبقى if disease is allowed to، سمح له بالانتشار، spread يا جماعة غير publish. publish يعني ينشر خبر في جورنال أو في صحيفة، تفهم ازاي؟ لكن spread معناها ينتشر، زي الوباء، زي المرض، زي كورونا. تمام؟ طيب يبقى الإجابة spread. 34. You will need proof of identity، عايز إثبات هوية يعني أو بطاقة شخصية احنا بنقول عليها، to dash at the library، علشان خاطر سيادتك محتاج هوية عشان خاطر تقدر تسجل اسمك، register يعني يسجل اسمه. حتى انت لما تعمل اي بلوج كده او اي منتدى تخش عليه يقول لك register. تمام، register يعني سجل دخول. تمام، فهنا محتاج بطاقة عشان يسجل في المكتب. 35. It would cause tremendous upheaval to dash different computer system. upheaval معناها حاجة كده مفاجأة يعني، أو حاجة كده زي ما يقولوا إيه، ينقلب رأسا على عقب يعني. تمام، هيكون سبب tremendous يعني انقلاب فظيع أو هائل أو كبير جدا، إنك أنت سيادتك تعمل إيه؟ install a different computer system، تسطب او تشغل كمبيوتر، نظام كمبيوتر مختلف. يبقى to install a different computer
سيستم، تمام كده؟ يبقى المفروض انستول فعلا هي الإجابة ايه الصحيحة، انستول. تمام. 36 the red cross dash was painted on each side of the vehicle. the red cross اللي هو الصليب الأحمر بتاعت اللي هي الإصابات في الحروب دي والحاجات دي، the red cross. طيب بيقول لك اترسمت على ناحية واحدة من المركبة يعني أو من العربية، تمام كده؟ يا ترى ريد كروس سيمبل ولا ساين؟ تمام، هي ريد كروس سيمبل طبعا، سيمبل سيمبل عشان خاطر ساين دي معناها يافطة أو لافتة، بتتعمل كده زي بتاعة الانتخابات، عارفين يافطة اللي هي بتاعة الانتخابات، انتخبوا فلان أو علان، أهدي هي دي ساين، وساعتها علامة مرور، إشارات المرور برضو، تمام كده؟ لكن سيمبل دي معناها رمز، يعني بترسم كده بادجي بتحط على العربيات بتاعة الإسعاف، تمام؟ تاتو ده طبعا احنا عارفين بترسم على اليد أو الوشم يعني، وسيجنال إشارة موبايل، فكلهم غلط ما عدا كلمة سيمبل يعني رمز، تمام؟ 37 his casual dash was wholly inappropriate for such a formal occasion. his casual يعني هو casual يعني زي معتاد أو مألوف، عاوز أقول سلوكه المعتاد مش مناسب خالص inappropriate لهذه المناسبة الرسمية formal formal occasion يعني مناسبة رسمية، فالنظام لو خدناه معانا هيفضحنا، بس هو ليه بقى؟ عشان سلوكه مش مناسب خالص، يبقى his casual behavior behavior يعني سلوك behavior يعني سلوك، يبقى casual behavior. طيب 38 if the pain persists لو الألم فضل مستمر، تمام، استشير دكتور بقى، كونسلت اهي مكتوبة تحتها اساسا، كونسلت استشير دكتور، رقم بي يعني نمبر بي. 39 I don't want to go tonight but I can't think of a good dash. انا مش عايز اروح النهاردة بالليل، لكن انا مش قادر افكر في عذر مقبول، يبقى a good excuse a good excuse عذر ايه مقبول، عذر مقبول. طيب نمبر 40 if you want to type faster on the mobile لو انت نفسك تكتب اسرع على الموبايل بتاعك you can install this app، تسطب الاب ده والابلكيشن ده هيساعدك في الكتابة السريعة this app. طيب 41 he is now dash one hundredth in the world للتنس. خلي بالك هنا مكتوبة hundredth خلها تي اتش، يعني ترتيبه المية على العالم في لعبة التنس، يبقى عاوز اقول مصنف كترتيب المية على العالم، يبقى رانكت معناها تصنيفه او ترتيبه على العالم رقم مية. خلي بالك دي اللي فيها تي اتش دي اسمها اوردينالز او اعداد ترتيبية، اعداد ترتيبية دي بتبدأ من كلمة فيرست سكند ثيرد فورث لغاية لما توصل هندرت اللي بيقول لك عليها دي، تمام؟ يبقى 100 معناها الترتيب المية او رقم مية، مش هما مية، مش مية لاعب يعني، مش مية لاعب على مستوى العالم هما ترتيبهم مية، لا هو ترتيبه المية يعني ترتيبه رقم مية في التصنيف رانكت، تمام. طيب 42 his dash were clearly evident in the heavy dust. اول حاجة heavy dust معناها تراب كثيف، يعني زي ما يكون واحد مثلا سايب شقة ليها فترة كبيرة كده، فالتراب في الارض طبعا ايه مغطي كل حاجة، فبيدوس برجله طبعا، اكيد طبعا برجله، يبقى finger prints ولا foot prints؟ اكيد foot prints طبعا، foot prints اللي هو اثار اقدام. 43 the film dash of the novel received a lot of criticism. عاوز يقول نسخة الفيلم، نسخة القصة اللي تعمل فيلم، في أفلام بتتعمل روايات وفي أفلام قصص، بنفس الرواية تتحول لإيه؟ لفيلم زي بتاعت بين القصرين دي بتاعت نجيب محفوظ، غالبا بتاعت نجيب محفوظ أو طه حسين مش فاكر، فالمهم يعني في أفلام، في قصص بتتحول لأفلام، يبقى ذا فيلم إيه بقى؟ فيرجن، فيرجن يعني إصدار، إصدار الفيلم ده لاقى كثير من ال يعني النقد، يعني ما عجبش ناس كتير يعني. ماشي تعال نشوف اللي بعده. 44
يبقى فيرجن اللي هي رقم بي. طيب 44 the accident dash the need of new safety measures. measures يعني إجراءات أو قوانين أو كده. فبيقول لك the accident أكيد highlighted طبعا بمعنى highlights قصدي بمعنى يضيء يركز الضوء على أو يسلط الضوء على احتياجنا الشديد لإجراءات الأمان. إجراءات الأمان. طيب 45 they are keen dash their local football team. أكيد طبعا they are keen احنا عارفين إن keen on بس هنا المرات مش بيسألك في حرف الجر. تمام هو عايز يقول لك they are keen not of the أكيد followers طبعا of the local football team يعني followers يعني متابعين يعني followers متابعين. ماشي تعال نشوف number 46 he had no previous dash of managing a farm. يبقى he had no previous experience. experience يعني خبرة خلاص في إدارة المزرعة. managing a farm يعني إدارة المزرعة. يبقى الإجابة B experience ما عندوش خبرة سابقة. تمام 47 the researcher sets up an dash to test the hypothesis. بمعنى ان الريسيرشر الباحث عمل جاء يعني اعد او جهز ان اكيد طبعا كله بحرف الاي عشان خاطر احنا عارفين ان ان هنختار معاها حاجه معينه. تمام اكيد جهز تجربه معينه يعني. تمام يبقى ان اكسبيرمنت تو تيست ذا هايبوثيكس اللي هي الفرضيات او النظريات او الاحتمالات اللي هي زي بتاعه اللوغاريتمات والحاجات دي. تمام فا اكيد طبعا اكسبيرمنت طبعا سيت اب ان اكسبيرمنت يعني جهز تجربه او اعد تجربه. ماشي الكلام. طيب تعال نشوف 48 fighting in Vietnam was an dash that would haunt him for his rest of his life. الحرب في فيتنام كانت عاوز اقول خبره تطارده او هتظهر له في احلامه او كده في بقى حياته. تمام هونت هنا بمعنى زي شبح يعني زي شبح بيطارد واحد في كل حته. عاوز اقول خبره اكسبيرينس ان اكسبيرينس بس خبره حياتيه عشان كده حط قبلها ان مع الخبرات الحياتيه. لكن لو خبره في مجال واحد مثلا في مجال كيمياء في مجال طب في اي مجال تاني فبقول عليها ايه اكسبيرينس بس بدون ان. يبقى الخبره في مجال معين بدون ان خبره حياتيه ان. تمام طيب 49 we need someone who has dash in marketing and teaching and I think Alex is just the woman for the job. اعتقد بيقول لك انا عايز شخص عنده عاوز يقول خبره في مجال معين اسمه ايه بقى المجال ده اسمه الماركتنج والتيتشنج التسويق والتدريس يدرس الماركتنج. فاليكس عندها خبره في المجال ده يبقى ايه اكسبيرينس مجال واحد اهي جات اهي تحت اهي بدون اي وان. listen to your teacher carefully and take dash all the points he explains. اسمع المدرس اللي بيقول بيكلمك بتركيز يعني carefully and take ودون يعني take down all the points. دون كل النقاط اللي هو بيكتبها او اللي هو بيشرحها. take down بمعنى يدون. ماشي يبقى اجابه down 50 إجابة داون. 51 I put an dash in paper to sell my bike but I haven't had any takers. أكيد حط إعلان يعني I put an announcement. announcement معناها إعلان. حط إعلان على العجلة بتاعته إن هي كتب مثلا عليها للبيع أو for sale أو الحاجات دي لكن مفيش حد إيه راضي ياخدها. تمام يبقى announcement معناها إعلان. طيب 52 teachers show students how to dash research online. المدرسين بيوروا او بيعرفوا الطلاب ازاي ان هم يقوم بعمل بحث علمي. يبقى how to do research. do research يقوم بعمل بحث علمي. do research. 53 we had a small dash about which birthday present to bury our friend. تمام to buy مش bury يعني يدفن طبعا to buy our friend. ماشي we had a small عاوز اقول حصل كده ايه
اتفاق او اختلاف في وجهات النظر بخصوص الهدية اللي هنشتريها لصاحبنا يعني. تمام، يبقى we had a small disagreement about which person they presented to buy. disagreement يعني خلاف، او مش خناقة يعني، خلاف في وجهات النظر يعني. disagreement 54. My friend makes a lot of spelling mistakes in his messages. صاحبي بيعمل أخطاء كتيرة جدا في ال في ال في ال يعني messages يعني، في كتابة الرسائل. he's very أكيد careless يعني، الراجل مش واخد باله، careless بيكتب وبس. يبقى careless 54 هتاخد careless يعني مهمل. طيب 55. The instructions were badly written and dash. طالما and يبقى أكيد إعراب ما قبلها هياخد إعراب ما بعدها، ما بعدها. تمام، طيب بيقول لك التعليمات كتب بشكل سيء وأكيد غير مفيد، unhelpful. طالما هي badly written يبقى unhelpful يعني معرفناش تستفاد منها بحاجة. تمام، يبقى then unhelpful. ماشي 56. Sarah's party was the dash event of the year as she raises money for the boy. هنا raises money مش معناها بترفع الفلوس لفوق، معناها بتجمع فلوس، collects money، collect يعني بتجمع فلوس. تمام كده. طيب يبقى Sarah's party was the dash event، أكيد طبعا حدث شعبي أو حدث يعني اجتماعي يعني social، social زي social media، social event. انما سوشيال دي معناها شخص اجتماعي، واحد مرح كده تقعد معاه كده تستمتع بالقعده معاه، هو ده السوشيال يعني. لكن هي الاجابه الصحيحه ايه؟ سوشيال. زي يبقى 56 خدت سي سوشيال. 57. The state اللي هي الدوله يعني has endowed three institutes، كرست او منحت او given يعني، has given three institutes ثلاث معاهد to do dash for industry، اكيد طبعا do research يقوم بعمل أبحاث للصناعة أو من أجل الصناعة، يبقى do research. طيب 58. Ali had poked us into a very dash little hotel of the main square. Ali had poked us into a very علي يعني عاوز يقول حبسنا أو حطنا في موقف حرج. poked us هنا poked معنى يحجز يعني، بس هنا معناها حطنا في موقف غبي. تمام، يبقى stupid little hotel of the main square، بعيدا كمان عن of، هنا بمعنى بعيدا، او دبل اف بمعنى far away، بعيدا عن الميدان الرئيسي. تمام 59. The amount of time and money being spent on dash this disease is pitiful. تمام، بيقول لك ان ال amount of time كمية الوقت اللي اتصرفت والفلوس اللي اتصرفت على أكيد researching طبعا this disease، حاجة يرثى لها. pitiful يعني يرثى له، أنت مش بتسمع كلمة what a pity، يا للأسف، هي كلمة pity اللي هي فيها واي في الآخر هنا أهو، واي هنا قلبها إلى I F U L pitiful، يبقى spent on researching this disease، يبقى researching بمعنى يقوم بعمل ايه؟ بحث. تمام ماشي، يبقى كانت حالة يرثى لها لانه ضيع وقت ومجهود على الفاضي في اكتشاف المرض ده وفي الاخر ما اكتشفوش حاجة. نمبر 16. She looked for another job to earn some، عاوز اقول فلوس اضافية، فلوس تانية، يبقى اكسترا. اكسترا معناها اضافي، ومكتوبة حتى على المساحيق بتاعت الاريال والحاجات دي، يقول لك يقول لك مثلا نص كيلو ولا حاجة اكسترا اضافي يعني، يبقى اكسترا معناها اضافي. 61. The long war has had drained the dash of both countries. الحرب الطويلة had drained، انت عارف drained دي اصلا معناها صرف صحي او البلاعة نفسها اللي في الشارع دي اسمها drain. تمام ازاي؟ فهنا فيما معناه يعني ايه؟ ان الحرب الطويلة استنزفت، شفطت، سحبت، انت فاهم ازاي؟ عاوز يقول موارد الدولتين، الاتنين تعبوا، الدولتين تعبوا من كتر الحرب بيصرفوا على المعدات والاسلحة والحاجات دي. يبقى resources، resources يعني الموارد، resources يعني الموارد اللي هي 61. 62. This dash has raised many important issues.
عاوز يقول هذه نقط سببت الكثير من القضايا الهامة. يعني يبقى this discussion has raised، المناقشة دي أظهرت أو وضحت أو جمعت، raised هنا برضو معنى جمعت يعني الكثير أو شملت يعني الكثير من القضايا الهامة. 63 our office is dash in the city center. our office is عاوز يقول يقع في وسط المدينة، يبقى is located in the city center، في وسط المدينة. 64 the event was dashed by several local businesses. businesses يعني شركات، businesses يعني شركات. فعاوز يقول لك الايفنت ده يقول لك تحت اشراف، يقول لك sponsored يعني تحت اشراف او تحت تمويل، اللي دافعين في الاعلانات و و و هم دول ايه بقى اللي هي شركات محلية local businesses. طيب يبقى sponsored هي الإجابة الصحيحة على الرقم 64. 65 some of the children have dash learning difficulties. بعض الأطفال لديهم عاوز أقول مشكلة في مشاكل التعلم يعني. تمام يبقى have special، فين special؟ مفيش special. طيب ماشي نشوف البديل بتاعها specific. specific learning difficulties، specific يعني محدد. تمام لكن private معناها خاص، حاجة ملكي يعني زي الموبايل زي اللابتوب زي كده، ده اسمه private. تمام لكن هم عندهم مشاكل محددة أو معينة في النطق يعني. طيب نشوف 66 he dash a bit depressed about his work his work situation. يبقى هو عاوز يقول عنده مشكلة في مكتئب قصدي بيت بريست بخصوص الموقف من الشغل يعني، أو موقف حصل معاه في الشغل يعني. تمام ويبقى هو he seemed a bit depressed. طب يا مستر ليه اخترت seemed يعني وسبت الباقي؟ لأن يا سيد الفاضل كلمة depressed دي صفة، التصريف الثالث من أي فعل يساوي إيه؟ صفة. وسيم من الكلمات اللي بيجي وراها صفة، شبه كلمة am و is و are و was و were، فاهم ازاي؟ فكلمة seem من الكلمات اللي بيجي وراها صفة. تمام طيب he didn't appear to be dash of the difficulties that lay ahead. he was so mad. he didn't appear to be هو لا يبدو ان هو يعني نقط، يقول لك of difficulties that lay ahead، المشاكل او المصايب اللي هي ايه بقى يعني اللي هتستناه بقى او اللي جايله في السكه يعني. he was so mad ده كان مجنون خالص. طيب يبقى he didn't appear ايه بقى، فكر معايا كده. صح sensible of the difficulties، مش حاسس او مش متعقل للمشاكل اللي هتجيله. sensible يعني مش بيتصرف بحكمه المشاكل اللي هتجيله لان هو مجنون اساسا. طيب دي نقراها من هنا عشان هي مش واضحة هنا أساسا. ماشي هو بيقول ذا ديكشنري، ديكشنري قاموس داش both British and American spellings، يعني عاوز يقول القاموس فيه الاتنين both نطق بريتش، بريتش بريطاني ونطق أمريكي. تمام of the words الكلمات فيها نطق بريطاني ونطق أمريكي. ايه الاختيارات بقى؟ أول اختيار اسمه consists، تاني اختيار اسمه includes، تالت اختيار contains، رابع اختيار deduce يعني يستنتج، دي بعيدة خالص. طيب هو طبعا المفروض ان يشمل او يحتوي على، بس مش يحتوي على يعني زي ما سيادتك بتحط الكتب جوه الشنطة بتاعتك وانت رايح الدرس، لا انا عايز اقول يعني بما في ذلك او يشتمل على، فهي الاجابة الصحيحة هتبقى ايه بقى؟ includes. includes يعني يشتمل على او بما في ذلك، واخد بالك؟ الكتب بتاعته طبعا، فاهم؟ مش الكتب يعني، يعني الكتاب مثلا بقول لك يحتوي على قصص رائعة، فاهم؟ فكلمة يحتوي على اللي انا اقصدها معناها يشمل، includes، فهمت الفكرة؟ يشمل النطق الامريكي، القاموس يشمل النطق الامريكي والنطق البريطاني. ماشي يبقى includes اللي هي رقم B هي الإجابة الصحيحة. طيب وهنا 69 نقراها من الكتاب should the function of the children's television
be to dash or to enlighten. هو بيقول لك ان يجب ان الوظيفه او المهمه بتاعه التلفزيون الاطفال يعني او القنوات الخاصه للاطفال يعني ان هي تعمل ايه نقط، عاوز اقول مثلا ان هي تسلي ولا ان هي تخفف من عليهم او تقلل العبء يعني، فاهم؟ فكلمه يسلي هنا معناها انترتين، انترتين يعني يسلي، تفهم ازاي؟ يبقى تو انترتين، يبقى 69 هتبقى انترتين يعني يسلي، انترتين يعني يسلي، يسليهم يعني. 70 the dash was a collaborative effort، يعني مجهود مشترك، collaborative جاي من كلمة cooperative متعاون يعني، by all the children in the class. طيب ايه اللي هيبقى نتيجة مجهود مشترك لكل الأطفال اللي في الفصل؟ أكيد طبعا presentation، presentation يعني عرض تقديمي. الناس اللي في مدارس ستيم طبعا عارفين الحوار ده، لازم كل ثلاثة بيشتركوا مع بعض في عرض تقديم في البرزنتيشن. طيب prisoners complain that they had they are subjected to too many pretty pity dash and restrictions. المساجين بيشتكوا ان هم خاضعين للكثير من الحاجات اللي هي عاوز يقول الكثير من الحاجات التافهة يعني، والقيود restrictions يعني يعني قيود كده يعني، انت فاهم ازاي؟ او قوانين صارمه. فانا عايز كلمه قوانين يعني، بيتي هنا بمعنى تافه او ملوش لازمه يعني، يبقى rules، بيتي rules، عشان هما بيشتكوا ان هما بيعانوا من قوانين ملهاش عازه. فكلمه بيتي rules معناها قوانين تافهه، قوانين تافهه وكمان اجراءات معقده restrictions كده ملهاش لازمه برضه. طيب 72 You had no business reading my dash letters. انت مالكش شأن او ما يخصكش يعني انك انت تقرأ جوابات الخاصة، تفهم ازاي؟ يبقى دي بقى جوابات الخاصة، انهي بقى الخاصة، special ولا private؟ ركز كده وقول لي يلا. private، private لانها ملكي، زيها زي الموبايل، ما تفتحش موبايل تشوف اللي جواه، ما تفتحش اللابتوب بتاعك تشوف اللي جواه، ما تفتحش جوابات تقرأ اللي فيها، دي حاجة private، دي حاجة ايه؟ private. يبقى my private letters ليس my special letter. ليه special؟ دي خاص في المعاملة يعني، مثلا انا ابن اختي مثلا في الفصل، فهو الوحيد اللي دايما اخليه يجاوب، هو الوحيد اللي دايما اديله درجات عالية حتى لو ما حلش كويس في الامتحانات، فكده اسمها حاجة special، حاجة معاملة خاصة. لكن my private letters يعني جوابات الخاصة، بمعنى جوابات بتاعتي دي ملكي، يبقى الإجابة private. طيب 73 only authorized personnel have dash to the computer system. في أي بنك أنت لو رحت بنك هتلاقي في حاجة اسمها authorized personnel، يعني هيئة الموظفين، personnel مش personal، أوعى عينك تقراها personal، دي اسمها personnel يعني staff، في staff كده هو ال authorized أو هو المصرح ليه يعني إن هما يدخلوا هو غرفة الحاسب الآلي، خصوصا في البنوك يعني، اللي منكم راح بنك هيفهم اللي أنا بقوله. فدي اسمها authorized personnel، هيئة الموظفين دي بقى هي الوحيدة اللي ليها الحقية إن هي تعمل إيه بقى؟ access، access to the computer system، يعني لها الحق في الدخول على أجهزة الكمبيوتر، لأن دي عملاء طبعا يعني، عملاء وناس حاطة فلوس وحاجات زي كده، فهم ليهم إيه بقى؟ authorized personnel، يعني هيئة الموظفين المعينة اللي هم ليهم الحق ان هم يدخلوا ايه الغرفه دي، كمبيوتر سيستم، او يمكنهم الوصول على جهاز الكمبيوتر ده. 74 she agreed not to dash the names of the people involved. she agreed not to مش عايزه تفضح بقى الناس المتورطين معاها بقى، people involved يعني ناس متورطين معاها، مش عايزه تعلن بقى وتقول بقى، يبقى publish. publish هنا بمعنى يذيع او يقول، زي مثلا واحد يطلع على الهواء يقول كذا، مثلا فلان الفلاني عمل كذا، فلان الفلاني سوى كذا، تمام؟ فكده اسمها بابلش، يذيع يعني او ينشر، يبقى 74 خدت بابلش. 75 he specializes in dash in the dash of the family. هو عاوز يقول لي متخصص في، عاوز يقول يعني علم الاسره يعني، حاجه مثلا نفسيه للاسره، حاجه زي كده، تمام؟ عرفتوا الإجابة؟ أكيد طبعا الإجابة إيه هتكون سوسيولوجي، يعني علم اجتماع خاص بالأسرة،
سوسيولوجي يعني علم اجتماع خاص بالأسرة. فيسيولوجي ده علم الأعضاء، بيدرسوه في طب تقريبا أو صيدلة، يعني مش تقريبا، هو أكيد في طب لكن مش عارف صيدلة فيها ولا لأ. تمام. طيب يبقى إذا 75 هتبقى سوسيولوجي. 76 imagine that humiliation of having having two dash. تخيل بقى، يقول لك تخيل كمية الإذلال اللي هتحصل لك of having two. have to هنا معناها مضطر إلى، إنك مضطر إلى تعمل إيه بقى؟ إيه اللي هيخلي الواحد يتذل في الأربع اختيارات دول؟ أيوه apologize. apologize بمعنى يعتذر. apologize بمعنى يعتذر، فدي طبعا بتبقى فيها إذلال وإهانة طبعا. 77 an upturned boat يعني مركب اتقلب على وشه بقى، الناس اللي فيه تحت والمركب اتقلب على وشه. on the beach اتقلب طبعا. provided بس الحمد لله ان اتقلب عند الشاطئ، وبالتالي provided a shelter يعني كون ان هو البيتش موجود او الشاطئ موجود عشان ما يغرقوش، فهو اصبح الشاطئ بالنسبة لهم ايه؟ شيلتر. شيلتر يعني مأوى او مكان يحتموا فيه. طيب لغاية هنا نوقف لان انا ما عنديش وقت اكتر من كده، معلش انا اسف، بس هنكمل تاني ان شاء الله الفيديو الجاي، ونبدأ نكمل باقي اليونت بإذن الله، ونحاول نخلص بأسرع وقت ممكن. وكل سنة وانتم طيبين يا شباب، كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.